قبل ما نروح لاخبار الطقس، بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يسود بكره ان شاء الله طقس معتدل على السواحل الشماليه، هيكون مائل للحراره الرطب على الوجه البحري والقاهره، هيكون حار على شمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد بالنهار وهيكون لطيف بالليل. كمان هتقل الرؤيه في الشبوره المائيه الخفيفه صباحا على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره وكمان مدن القناه، وهتظهر السحب المنخفضه على السواحل الشماليه والرياح هتكون اغلبها شماليه غربيه معتدله وهتنشط جنوبا مثيره للرمال والاتربه، كمان هتنشط على خليج السويس والبحر الاحمر وهتؤدي لاضطراب في الملاحه البحريه هناك. طيب على هذا الخبر بينضم لي عبر الهاتف الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. يا اهلا وسهلا دكتور احمد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. في البدايه طمنا يعني كالمعتاد، طمنا على احوال الطقس بكره بمشيئه الله. يعني زي ما حضراتكم لسه ازايا النشره، هو نفس الكلام تقريبا ان هيكون معتدل على الساحل الشماليه، هيكون مائل ل هيكون حار رطب على الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، بيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد. بنحذر من الشبوره المائيه في صباح الباكر، نرجو الساده المسافرين على الطرق خاصه قريبه من المسطحات المائيه والمزروعات يتوخى اقصى درجات الحظر اثناء الشبوره المائيه، لانها بتقل الرؤيه الافقيه اثناء الشبوره المائيه. طيب في جزئيه لفتت نظري وهي النشاط الرياح والاتربه بالاخص على خليج السويس والبحر الاحمر وممكن تؤدي لاضطراب الملاحه هناك، هل من المتوقع ان لو زادت حركه الرياح والاتربه من المتوقع ان تغلق الموانئ اللي موجوده هناك؟ لا، هو بس مجرد نشاط الرياح ده بيؤدي الى ارتفاع الموج، خاصة من ارتفاع الموج ده بيكون في عرض البحر فما بيأثرش في انه يقفل الموانئ. طيب